ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الله جل وعلا قال اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ويدخل في هذا الصوفية الذين يجعلون الرقص والدفوف والأغاني من الدين ويسمونها الأناشيد والمراشد والقصائد وينشدونها يتقربون بها إلى الله وهي من الأغاني والطرب المحرم وهو من اللهو المحرم. يدخل في هذا ويدخل فيه من باب أولى الذين يميلون إلى الشهوات وما تهواه أنفسهم ويعطون أنفسهم ما تريد ولو كان مخالفا للدين. هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا نعم.